الحمد لله هذه الأيام من أطيب الأيام يعني عند الله سبحانه وتعالى، اللي هي العشر ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال والفجر وليالي العشر، وكذلك موسم طيب من مواسم العبادات السامية. فربنا سبحانه وتعالى يعني في هذه الأيام يعني أطل علينا يعني موسم الحج، هو من أفضل المواسم، هو يعني من أكبر العبادات عند الله سبحانه وتعالى. فالحج هذه الأيام يعني أيام طيبة، أيام مباركات، يعني الأعمال فيها يعني تضاعف، يعني العمل الطيب فيها بأجور كثيرة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك في نفس الوقت مقبل علينا عيد الأضحى، هذا العيد كمان يعني من أبرك الأيام، الله سبحانه وتعالى من علينا بالعيد ده. يعني الناس في هذه الأيام في يعني قمة الاستعدادات لهذه الأيام الطيبة، والناس تواصل فيها يعني الأرحام، وكذلك فيها المباركات بين الناس والتواصل اللي يمكن يكون انقطع لفترة طويلة بين الناس. فهذا موسم طيب لكل الناس يحاولوا يعني يصلوا فيهم الناس القبال كده ما قادرين يصلوهم، فموسم العيد ده موسم طيب الناس يتواصلوا فيه. وكذلك الاستعدادات بتاعت العيد أي زول يعني على حسب حاله، فالإنسان ما يكلف نفسه ما لا يطيق، يعني الإنسان كلما يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليه فالأضحية دي يعني على حسب استطاعة الإنسان. فبنلقى كثير من الناس الواحد يعني يكلف نفسه يعني فوق الطاقة، فالإنسان يحاول بقدر استعداده، إذا ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالأضحية فشيء هذا شيء طيب، وإذا كمان ما استطاع أنه يعني يضحي فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن الضعيف هذه الأمة. فإن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا يعني للاستعدادات اللي بترضي ربنا سبحانه وتعالى، وعدم التجاوزات في العيد، لأنه كذلك يعني هذا العيد موسم يعني للطاعات، فالناس يعني ما يستغلوه كذلك يعني للفوضى فضروري الإنسان يعني يحاول يعني 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 في نفسه يعني يقدر على نفسه في هذه الأيام الطيبة عشان ما يتجاوز هذه التجاوزات. والله نحن يعني طبعا نحن نتمنى نحن نكون في الحج يعني في السعودية إن شاء الله، نتمنى ذلك، لكن الظروف ما مساعدة على إنه نتحرك نمشي هناك، وربنا يتمم على خير على الناس اللي حجوا، وربنا يبارك لهم ونسألهم بالدعوات في موسم الحج هناك، ادعوا لنا وادعوا للشعب السوداني عامة إنه الحالة تفرج شوية، ونتمنى برضو الوضع هنا يتصلح والوضع الاقتصادي يتصلح والحياة تكون يعني ما سمعت. والله مستعدين الحمد لله، مستعدين لأي حاجة الحمد لله، على كل شيء، الشيء الموجود الجود بالموجود زي ما قالوا، الواحد اللي بيستطيع بيضحي واللي ما بيستطيع ده ما بيضحي. نقول الخروف، والخروف أصلا خلاص كمل استعدادات أي حاجة، شال القروش في أي حاجة طبعا. طبعا نحن غاية استعداداتنا في البيت، بنجهز السكين، بنجهز الشواية، بنجهز القانون. فالناس بتبدأ من فترة طويلة جدا، خاصة العشر الأواخر فيما بين المقارنة اللي هي فيما بين الاستعداد للحج، اللي هي طبعا دي افضل ايام للناس، خاصة شنو بتكون يعني ملخبطه شويه فيما بين الاستعداد لاحتياجات العيد والاستعداد لايام الحج الاخر. وان شاء الله نقول احنا لكل الشعب السوداني كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يحقق الاماني ويعود علينا بالامن والبركات. وبالنسبه للناس الحاجين ان شاء الله حج مبارك، وربنا ان شاء الله يعود لنا تامين الامين ان شاء الله يا رب.